السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده باذن الله كنا خدنا المره اللي فاتت طبعا الخليفه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. النهارده باذن الله هناخد الخليفه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الخليفه عمر ابن الخطاب اسلم في السنه الخامسه من البعثه النبويه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما الوحي نزل على الرسول بخمس سنين. لقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقب بالفاروق. ليه؟ لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل، لأن الله فرق بإسلامه بإسلام سيدنا عمر بن الخطاب بين الحق والباطل، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان دعا اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وقال اسم واحد كمان بس هو مش متذكرة اسمه بالظبط، تقريبا عمر بن هاشم أو عبر بن هاشم، حاجة شبه كده. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان طالب من ربنا أنه يدخل الإسلام حد قوي يقدروا يخرجوا بيه كده، يخرجوا للمسجد وما يخافوش. وسيدنا عمر بن الخطاب كان قوي جدا جدا، يعني لدرجة أن الكفار كانت بتخاف منه. لحتى هو ما أسلم خرج وقال لهم أنا أسلمت، خرج يعني الناس في الوقت ده كانت بتدخل الإسلام في السر خوفا من عذاب قريش، لكن سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش بيخاف منهم خالص، ده هو اللي كانوا بيخاف منه. لحد ما أسلم خرج وقال لهم أنا أسلمت من غير أي خوف، ومحدش فيهم قدر يعمل له حاجة. وأول ما سيدنا عمر بن الخطاب أسلم فخرج المسلمين يصلوا كده قدام الكفار، وفي المسجد صف كان فيه حمزة عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والصف الآخر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ليه سيدنا عمر بن الخطاب لقب بالفاروق؟ لأن بإسلامه ربنا سبحانه وتعالى فرق ما بين الحق والباطل. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين، يعني تولى الخلافة على طول بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو كان الثاني، رقمه الثاني. قيل في فضله كان إسلامه فتح وهجرته نصر وإمارته رحمة، دي وصف لسيدنا عمر بن الخطاب، كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. أهم إنجازات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أول حاجة أنه قسم الدولة، رقم اتنين عمل دواوين، رقم تلات عمل نظام الحسبة، رقم أربعة حط التقويم الهجري. التقويم الهجري اللي هو اللي احنا بناخده دلوقتي، اللي هو الميلاد الهجري للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بيتكتب على السبورة، اللي هو التاريخ الميلادي اللي هو لسيدنا عيسى عليه السلام، والتقويم الهجري لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقسيم الدولة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قسم الدولة الإسلامية لولايات، وعين لكل ولاية والي عليها وهو المسؤول قدام الخليفة عن ولايتها، يعني قسم الدولة لمناطق وكل منطقة لها والي، الوالي ده بيحكمها، وأي حاجة تحصل في المنطقة دي الخليفة بيعاقب مين؟ بيعاقب الوالي، خلاص؟ أو أي حاجة تحصل في الدولة الوالي هو المسؤول قدام الخليفة عن الحاجة اللي حصل، تمام؟ يبقى ده أول إنجاز، لأن طبعا لو الدولة كلها كده دنيتها زي وحدة كده وواحدة، ومش هينفع شخص واحد على دولة كبيرة زي الدولة الإسلامية. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قسم الدولة بحيث ان كل المناطق يكون لها حاكم ويكون لها والي، وكل المناطق تاخد حقها من الرعاية ومن الحكم. رقم اتنين انشاء الدواوين، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انشأ العديد من الدواوين، ديوان بيت المال وديوان الجند وديوان الخراج. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب عمل ديوان بيت المال وديوان الجند وديوان الخراج. طيب ايه اصلا المقصود بكلمة الديوان؟ يعني ايه اصلا ديوان؟ هي كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر، واستخدمت للدلالة على مكان العمل كالوزارات. خلاص كده، يبقى هي كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر، واستخدمت للدلالة على مكان العمل كالوزارات. الوزارات دلوقتي يعني عاملة زي الوزارة عندنا دلوقتي في العصر الحالي، خلاص؟ يبقى احنا قلنا ان سيدنا عمر بن الخطاب اول حاجة قسم الدول لولايات، الدولة لولايات، بحيث ان كل ولاية يكون في والي مسؤول قدام الخليفة عن هذه الولاية. رقم اتنين انشأ دواوين، عندنا انه انشأ العديد من الدواوين، ده بعض منها بس، تمام؟ بعد كده طبعا
معلومة إثرائية. يعني إيه ديوان بيت المال؟ هو سجل يقيد به المصروفات والإيرادات في الدولة الإسلامية، يعني خزانة كده عاملة في دفتر الدولة الإسلامية تصرف كذا، خدت كذا، جالها كذا من الغنائم، لو دخلوا حرب الحاجات اللي كسبوها الغنائم يبقى دخل لخزينة الدولة كذا، اشتروا حاجة أو بنوا حاجة أو عملوا حاجة أو صرفوا على جيش أو كده يبقى ده الحاجات اللي اتصرفت، فزي دفتر كده مكتوب فيه الحاجات اللي اتصرفت والحاجات اللي كسبوها. ده بالنسبة لديوان بيت المال وأهميته. أما ديوان الجند هو كان بيسجل فيه أسماء الجنود ومرتبات الجنود كمان، يبقى ديوان الجند هو سجل يقيد به أسماء الجنود ومرتباتهم، أسماء الجنود في الدولة الإسلامية وكمان مرتبات الجنود. رقم 3 بقى إنشاء نظام الحسبة. إنشاء نظام الحسبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنشأ نظام الحسبة للإشراف على الأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل. يبقى نظام الحسبة كان كل هدفه إنه يشرف على السوق، يعني واحد ينزل السوق كده ويشوف الأسعار، التجار بتعمل إيه، يا ترى في حد بيغش في الكيل والميزان ولا لأ، يا ترى في حد بيغش الناس في البضاعة ولا لأ. يبقى ده كان هدف نظام الحسبة، إن يشرف على الأسواق ويراقب الميزان. رقم 4 وضع التقويم الهجري. الخليفة عمر بن الخطاب حط التقويم الهجري، واعتبر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بدايته. أكيد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة دي كانت بداية التقويم الهجري، وبعد كده بقى يعني احنا دلوقتي 1400 وحاجة، انا مش حافظة. المهم التقويم الهجري تقريبا احنا حاليا 1441 48 سامين، يلا ما علينا يا اخوانا. المهم ان هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة كانت بداية التقويم الهجري الى وقتنا الحالي، احنا تقريبا يعني 1400 انا متأكدة حاجة واربعين يعني، بس يلا 41 انا ما اعتقد. طيب الخليفة عمر بن الخطاب استكمل كمان حركة الفتوحات الإسلامية، يعني مش بس عمل نظام الحسبة ومش بس حط التقويم الهجري ومش بس قسم الدولة ومش بس وضع يعني 4 حاجات، إنه أنشأ نظام الحسبة ووضع التقويم الهجري وعمل على تقسيم الدولة، كما أنه أنشأ العديد من الدواوين. يبقى دي كانت كل مهام وأعمال الخليفة عمر بن الخطاب. مش بس كده، كمان الخليفة عمر بن الخطاب استكمل حركة الفتوحات الإسلامية اللي بدأت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبي بكر قلنا أنه كان طبعا عمل حروب الردة وأنشأ جيش وأرسل جيش أسامة بن زيد علشان يأمن حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم، خلاص، وطبعا خد العراق ومصر، خد عفوا خد العراق وخد الشام، بحيث أنه برضو وسع الفتوحات الإسلامية في دولتي الفرس والروم. فالخليفة عمر بن الخطاب أكمل هذه المسيرة، ففتح العراق وفتح بلاد فارس وفتح بلاد الشام وفتح مصر. طبعا لو احنا رجعنا للخليفة عمر بن الخليفة أبي بكر الصديق كان أرسل الجيوش الإسلامية للعراق والشام. الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أرسل الجيوش الإسلامية للعراق والشام، لكن تم فتحهم والنجاح في فتحهم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى في أهم الفتوحات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح العراق، فتح بلاد فارس، فتح بلاد الشام، وفتح مصر. وطبعا بما انكم كلكم طلاب مصريين يعني فأكيد هيتكلمكم عن فتح مصر. مصر فتحت على ايد الدين الاسلامي وانتشر فيها الاسلام سنة 21 هجريا. يبقى الدين الاسلامي انتشر في مصر او دخل الدين الاسلامي مصر سنة 21 هجريا، خلاص يعني 641 ميلاديا. يبقى الدين الاسلامي دخل مصر سنة 21 هجريا، اي 641 ميلادي. صاحب فكرة فتح مصر، يا ترى مين اللي قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه افتح مصر؟ عمرو بن العاص أشار على سيدنا عمر بن الخطاب إنه يفتح مصر، خلاص. طيب اشمعنى يعني؟ وفكروا بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. رسول محمد صلى الله عليه وسلم لما قال
إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الكيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ثم قال على جنود مصر أنهم خير أجناد الأرض. فلذلك أشار عمرو بن العاص على الخليفة عمر بأنه يفتح مصر. طب إيه أسباب فتح مصر؟ طب اشمعنى برضو مصر يعني؟ من جهة دينية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بفتحها أو تنبأ أن احنا هنفتحها. طب من الجهات الأمنية للحرب، أولا لتأمين الفتوحات الإسلامية ببلاد الشام، رقم اتنين لأن فتح مصر هيكون قوة للمسلمين وعونا لهم. قلنا إن جنود مصر هم خير أجناد الأرض. عايزين نعرف بقى خط سير الحملة. خط سير الحملة، يبقى احنا أولا لازم نعرف مين صاحب فكرة فتح مصر، عمرو بن العاص. طيب أسباب فتح مصر، أولا لتأمين الفتوحات ببلاد الشام، ثانيا لأن فتح مصر هيكون قوة للمسلمين وعونا له. بعد المسلمين ما انتهوا من فتح فلسطين، سيدنا عمر بن الخطاب أذن لعمرو بن العاص بأنه يفتح مصر، خلاص وافق على الفكرة، وبالفعل مصر فتحت على يد عمرو بن العاص. طيب الجيش مشي لحد ما وصل للعريش وفتح، وبعد كده فتح حصن بلبيس وانتصر على البيزنطيين في معركة عين شمس. تاني أول ما صار للجيش، الجيش مشي لحد ما وصل للعريش وفتح، أدي العريش. الجيش مشي لحد ما وصل للعريش وفتح، يبقى دي أول حاجة. رقم اتنين دخل الفارما. الفارما دي بيسموها اللي هي بورسعيد، الفارما دي اللي هي بورسعيد حاليا. طب وبعدين ده انه ماشي اهو لحد ما فتح حصن بلبيس، خلاص فتح حصن بلبيس وانتصر على البيزنطيين في موقعة او في معركة عين شمس. وبعدين فتح حصن بابليون بعد حصار طويل، خلاص يعني في حصن بابليون ده هم حصروا القوات البيزنطية، خلاص فالقوات البيزنطية انسحبت معظم القوات للإسكندرية عاصمة مصر آنذاك فحاصرها حتى رحل البيزنطيون عنها. يبقى فتح حصن بابليون بعد حصار طويل فانسحبت معظم القوات البيزنطية للإسكندرية عاصمة مصر آنذاك فحاصرها حتى رحل البيزنطيون عنها. يعني هو حاصرهم في حصن بابليون لحد ما زهقوا وانسحبوا، لما انسحبوا قاموا رايحين للإسكندرية. فلما راحوا الإسكندرية هو كمان حاصرهم في الإسكندرية لحد ما مشوا، خلاص. يبقى خط سير حملة عمرو بن العاص لفتح مصر تاني، أول حاجة العريش. العريش صار بجيشه حتى وصل للعريش وفعلا فتح العريش، دخل على الفارما اللي هي بورسعيد حاليا، ما ذكرش ان تم فيها اي حروب، خلاص. ثم فتح حصن بلبيس، قلنا حصن بلبيس وانتصر على البيزنطيين في واقعة عين شمس، وفتح حصن بابليون بعد حصار طويل فانسحبوا وراحوا للإسكندرية، اما حاصرهم في الإسكندرية لحد ما مشوا بره، خلاص. معلومة إسرائيلية بيقول إن عمرو بن العاص انتصر على البيزنطيين في معركة عين شمس رغم إن كان عدد الجيش كان 8000 جندي وكان عدد جيش الروم 20000 جندي. وبالمناسبة أهل مصر استقبلوا الفتح الإسلامي ببشاشة وترحاب ومن غير أي مقاومة، لأن إحنا كده كده أصلا كنا قرفانين من الروم، يعني كانوا مسويينا يعني. فعشان كده إحنا ما صدقنا إن جالنا نجدة وإن الفتح الإسلامي هيدخل مصر والروم يرحلوا عن البلاد. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتصر على البيزنطيين في معركة عين شمس، كان عدد الجيش الإسلامي 8000 بس وعدد جيش الروم 20000، وبالرغم من ذلك احنا اللي انتصر، او المسلمين يعني اللي انتصروا. لم يتخذ عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية عاصمة للبلاد، امال ايه؟ عشان كانت قريبة من الروم وبعيدة عن مركز الخلافة في المدينة، وحتى لا يكون بين الخليفة ومصر عائق مائي. تاني هناك عدة أسباب خلت الخليفة عمرو بن العاص أو الوالي عمرو بن العاص لم يتخذ مدينة الإسكندرية عاصمة للبلاد. أول حاجة لقربها من الروم، اتنين بعيدة أوي عن المدينة، تلاتة عشان ما يكونش ما بين الخليفة ومصر عائق مائي، طريق مائي يعني. خلاص كده. طيب يبقى احنا فهمنا ايه الاسباب اللي خلت عمرو بن العاص
ما ياخدش مدينة الإسكندرية عاصمة لأنها قريبة من الروم بعيدة عن المدينة، وعشان ما يكونش ما بين الخليفة ومصر عائق مائي. اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ مع التصويب. تمكن أبي بكر الصديق من القضاء على المرتدين صواب. سيدنا أبي بكر الصديق تمكن من القضاء على المرتدين. يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب ثالث الخلفاء الراشدين، طبعا غلط، لأن الخليفة عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين، مش ثالث، هو ثاني رقم 2. بما تفسر اختيار المسلمين أبا بكر الصديق خليفة بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة لأنه أول من أسلم من الرجال، كما أنه رافق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة، كما إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عينه إماما للناس في الصلاة في فترة مرضه. إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب نظام الحسبة لمراقبة الأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل. رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر رغبة في تنفيذ أوامر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراءات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، كما أن لتأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم، كما أن فتح مصر سيكون عون للمسلمين. خلاص كده، ده بالنسبة للاختبار الصغير اللي احنا حليناه. عمرو بن العاص والي على مصر. عايز يحكي لنا بقى تاريخ الإسلامي في مصر. مصر بعد الفتح العربي الإسلامي بقت خلاص ولاية تابعة للخلافة الإسلامية. الخليفة طبعا عين حاكم عليها يعرف باسم الوالي. احنا اتفقنا على كده إنه الخليفة عمر بن الخطاب قسم الدولة لولايات، ومصر كانت ولاية إسلامية فطبيعي يكون لها والي، والوالي ده هيكون مسؤول قدام الخليفة عمر عن أي حاجة تحصل في مصر. طب مين أول والي على مصر؟ هو الخليفة عمرو بن العاص اللي فتح مصر. خلاص كده. طيب عايزين نعرف إيه هي أهم إنجازات عمرو بن العاص. أول حاجة إنه بنى مدينة الفسطاط علشان تكون عاصمة لمصر، وأصبحت أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، أول عاصمة إسلامية في أفريقيا. كمان عمل أول مسجد إسلامي اسمه مسجد عمرو بن العاص، هو موجود في مصر القديمة دلوقتي، وأنشأ مقياس على النيل. طب ليه عمل مقياس على النيل؟ عشان يحدد الضرائب، وترك للمسيحيين أكيد حرية العقيدة، دي طبعا من عادات الدين الإسلامي، كل واحد حر في دين، فحافظ على الكنائس والأديرة، وانتوا حرين في العبادة، وأمن حياة الرهبان على أنفسهم، واهتم قوي بالزراعة، وكمان خفف الضرائب عن المصريين، وأعاد حفر قناة القدماء المصريين اللي هي قناة زيزو ستريس، وعرفت باسم خليج أمير المؤمنين، وذلك بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو اللي أمره بكده إنه يعيد حفر قناة زيزو ستريس، أولا عشان يأمن الاتصال ما بين مصر وما بين المدينة النبوية، رقم 2 عشان ينشط التجارة وينقل البضائع، رقم 3 لا هو الاتنين دول بس، اللي هو لتأمين الاتصال بين مصر والمدينة النبوية وعشان ينشط التجارة وينقل البضائع. لكن ردمت القناة دي يا اخوانا بفعل الرمال. خلاص كده. تاني، يبقى أهم إنجازات عمرو بن العاص في مصر، أولا بنى مدينة الفسطاط علشان تكون عاصمة لمصر وكانت أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، رقم 2 إنه عمل مسجد عمرو بن العاص، وعمل مقياس على النيل لتحديد الضرائب، وترك للمسيحيين حرية العقيدة، واهتم بالزراعة وخفف الضرائب على المصريين، وأعاد حفر قناة سيز ستريس اللي سميت بخليج أمير المؤمنين بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أولا عشان يأمن الاتصال ما بين مصر والمدينة النبوية، وعشان ينشط التجارة وينقل البضائع. لكن القناة دي ردمت بفعل الرمال. ما المقصود بالولاية؟ الولاية هي سلطة تمنح لشخص يباشر من خلالها إدارة أمور البلاد. يبقى الولاية هي سلطة تمنح لشخص، يعني الخليفة عمر بن الخطاب اداها لمين؟ لعمرو بن العاص، يباشر من خلالها إدارة أمور البلاد عشان يدير أحوال مصر يعني، أو يدير أحوال البلد أو الولاية اللي هو مسكها. طب إيه الضرائب دي؟ مقدار من المال لازم المواطنين تدفعه علشان يمكن الدولة من القيام بوظائفها المختلفة. يعني أنت مثلا زرعت بتدفع
ضرائب على الزراعة مثلا، خلاص بتدفع ضرائب على شغلك علشان الدولة كمان تقدر انها يعني يكون لها خزينة وتساعد الفقراء منهم وكده. خلاص كده يبقى الولاية سلطة بتمنح لشخص يباشر من خلالها إدارة أمور البلاد، والضرائب هو مقدار من المال واجب على المواطنين عشان يمكن الدولة من القيام بوظائفها المختلفة. شوية فلوس لازم المواطنين تدفعها للدولة عشان الدولة تقدر تقوم بوظائفها المختلفة. طبعا احنا هنحل اختبار معلوماتك دي، استنوا كده بقى. رتب الأحداث التاريخية التالية من القديم للحديث. أول حاجة حصلت إيه؟ أكيد حروب المرتدين، لأنها كانت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خلاص؟ طيب، بس أنا غلطت لأن في حملة أسامة بن زيد للشام، ودي كان أول حاجة عملها الخليفة. يبقى عفوا يا إخوانا، دي رقم واحد، دي كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبعد حملة أسامة حصلت حرب المرتدين، يبقى حرب المرتدين رقم اتنين. تمام. طيب وبعد كده ايه اللي حصل؟ فتح فلسطين، لانه كان قال لك بعد ما خلصوا فتح فلسطين راحوا على مصر، وبعد كده فتح حصن بابليون. يبقى اول حاجه حمله اسامه ابن زيد للشام، خلاص دي كانت اول حاجه عملها الخليفه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لو رجعنا تاني هنلاقي دي اول حاجه كان عملها الخليفه ابي بكر الصديق، ان هو ارسل جيش اسامه الى بلاد الشام. خلاص كده يبقى دي كانت اول حاجه. تاني حملة أسامة بن زيد للشام، وبعد كده حروب المرتدين، وبعد كده فتح فلسطين، وبعد كده فتح حصن بابليون. خلاص صوب ما تحته خط. واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى دي أول حاجة حروب المرتدين رقم اتنين، فتح فلسطين رقم تلاتة، رقم أربعة فتح حصن بابليون. صوب ما تحته خط. أعاد أبو بكر الصديق حفر قناة قدماء المصريين. طبعا لا، اللي أعاد حفر قناة قدماء المصريين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو لو أنت عايز تقول عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب، ماشي صح برضو، لأن هو هنا قالك إن اللي أعاد حفرها، أعاد حفرها، هو قال دي من إنجازات عمرو بن العاص، لكنه كان بأمر من أمير المؤمنين، لكن اللي أعاد حفرها فعلا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. لكن مين اللي امره بكده؟ امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بنى عمرو بن العاص الجامع الازهر، وهو اول مسجد اسلامي في مصر. طبعا لا، عمرو بن العاص بنى مسجد عمرو بن العاص. يبقى مين اللي قاعد حفر قناة قدماء المصريين؟ اكتب عمرو بن العاص بامر من امير المؤمنين عمر بن الخطاب. بنى عمرو بن العاص الجامع الازهر؟ لا، عمرو بن العاص بنى اللي هو مسجد عمرو بن العاص. وبكده نكون خلصنا. يعني طبعا احنا قلنا الحاجات دي في التعريفات دي كلها جات لنا في الدرس. خلاص كده التعريفات دي كلها جات لنا في الدرس، وبكده نكون خلصنا الدرس التاني اللي هو اهم انجازات بعض الخلفاء الراشدين. ذاكروه كويس علشان المرة الجاية بإذن الله هنحل أسئلة كتاب المقرر على هذا الدرس. اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.